أقامت قبيلة بارلاس في منطقة ما وراء النهر التي تقابل أوزبكستان الآن، بعد أن قام ابن جنكيز خان شاغتاي بحملات في تلك المنطقة. وهناك نشأ تيمور فيما يسمى بخانات تشاغتاي، وبعد قتل قازان خان زعيم إحدى قبائل مغول بلاد ما وراء النهر إثر الصراعات الداخلية عام 1358 للميلاد، أرسل طغلق تيمور قائد مغولستان جيشا بقيادة ابنه إلياس خان لضم بلاد ما وراء النهر، فهربت قبيلة البارلاس من أمامه وقتل زعيمها عم تيمور لانك. أعلن تيمور لانك ولاءه لطغلوق خان ودخل في خدمته وأقنعه بتعيينه حاكما على مدينة كش وزعيما لقبيلته، فتمكن من جمع أتباع له وكون جيشا من البدو مطال